اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. النهارده معانا الرز المصري، هنعمله جراتان بالدجاج. فكره اكله بسيطه وسهله ولكن بيعجبني فيها وكمان بيشد انتباهي مكوناتها. رز يعني كربوهيدرات ونشويات، فراخ بروتين، الاكله فيها تفاصيل كتيره وفيها شغل كتير ولكن هتعجب الكبار والصغيرين. معانا النهارده سلطه البنجر بالطحينه، وداعا للانيميا مع البنجر اللي هو غالب السكريات الطبيعيه، وسلطه الطحينه بالبنجر اكيد لها تفاصيلها مع الشيف المغازي بطريقه جديده. ولكن في ايام الصيف اللي احنا بنشهدها دلوقتي بقى لنا تقريبا اسبوع حر قاسي والدنيا حر، الواحد بيشرب ميه ساقعه، بيحب ياكل ايس كريم. النهارده معانا الايس كريم بالبطيخ، والاسبوع ده ان شاء الله مع بعض هنعمل كذا صنف من الفواكه، ازاي نعملها ايس كريم بطريقه سهله لكل ست بيت وكل بنوته تقدر تعمل الايس كريم بسهوله. هخليكي تعمليه في البيت، الفاكهه اللي نفسك فيها هخليكي تاكلها ايس كريم. ايه رايكم في كده؟ تسمحوا لي اطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اكيد تفاصيل صغيره وكمان معلومه غير معلومه، الكلام ده هنشوفه بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل صينيه رز جراتان بالدجاج. تفاصيلها كتير، فيها شويه غلبه، بس الاكله دي هتعجب حضراتكم. على فكره انا استبدلت المكرونه بالرز المصري المسلوق، ولكن في حرفيه هنا في طريقه سلق الرز. رز بيتسلق بشوربه فراخ او شوربه لحمه، دي بدايه من المقادير على الشاشه. رز مسلوق كده بالشكل ده كده، طبعا عشان اكسب وقت الحلقه انا سلقه ومجهزه. حاطط له معلقه سمنه، شويه ميه مغليين على النار، بوكي جارنيه، شويه ملح، وتسلق الرز بالشكل ده كده. مش لازم يكون معجن قوي، هو معجن بس يعني طبعا بيستوي جاهز بالشكل ده كده زي الفل. ومعانا صدور فراخ، ومعانا شويه خضره من البقدونس والشبت والكزبره، معانا جبنه موزاريلا، ومعانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل ومعلقتين دقيق وحليب عشان نعمل بشاميل قوامه خفيف شويه. دي المقادير على الشاشه، نبدأ نشتغل مع بعض. الرز على الشاشة مسلوق زي الفل، ومعانا صدور فراخ، ومعانا الخضرة بتاعتنا والتوابل والبهارات. هنبدأ بأول حاجة تحضير الفراخ اللي هي الأساس. صدور فراخ بالشكل ده كده زي الفل، ناخد قرن الفلفل ده كده عايزينه ونشيل ده من هنا. تعالوا نقطع الفراخ بطريقة حلوة كده كأنك هتعمليها شاورما، وفرت عليك اهوت الموضوع، كأنك هتعملي الفراخ دي شاورما. عشان تعملها شاورما بتقطعها شرايح كده، تطلع معاك رفيعه بالشكل ده كده، وهو طبق جديد للاولاد. ممكن يكون عندك شويه رز في الثلاجه عامله ملوخيه مسبقا، عندك شويه رز في الثلاجه كنت عامله امبارح طاجن باميه باللحمه الضاني. طبعا الاكلات اللي بقولها دي عدلها الرز الابيض، فهتاخد الرز الابيض المسلوق اللي جاهز عندك ده تعيد هيكلته وتعمليه بطريقه جديده. الفراخ تتقطع بالشكل ده كده في طاسة شديدة الحرارة على النار، بنحط بصلاية ناعمة مع فص ثوم ناعم مع شوية خضرة، قرن فلفل حلو كده. التقطيع بتاعت الفراخ ديت ممكن نقطعها لو احنا هنعملها بيكاتا او هنعمل اسكالوب بفراخ بالشكل ده كده اهي. على فكرة لازم وانت بتشتري صدور الفراخ لازم تكون بالشكل ده كده عشان تاريخ الصلاحية، عشان الزفارة بتاعت الفراخ اللي دايما يقول لك انا بشم ريحة زفارة الفراخ. هقول لك دلوقتي حالا قبل ما تحمر الفراخ دي تعملي ايه بالشكل ده كده زي ما هي اهي. عندنا شوية توم مفرومين ناعمين بنحطهم بالشكل ده كده، شوية الملح التمام، شوية الفلفل الاسود دي على الفراخ اهيت. قبل ما تروح على البصله ركزي معايا عشان الموضوع ده هنا ايه في شويه خبره طهويه دي الفراخ جاهزه قبل ما تروح على البصله. تفرق ايه يا عم الشيف؟ تفرق ان الفراخ هنا شمعتها بالتوابل اهي، جهزتها وحضرتها. اللهم صل على النبي اهي، الفراخ كده جاهزه زي الفل على البلانش. معانا الطاسه شديده الحراره على النار، بنبدا نحط معلقتين من الزيت بمعلقة زبدة، حلو، زيت زبدة،
واتفقنا مع بعض من البداية إن وجود الزبدة في الطاسة يسبق البصلاية، ده بيساعد على تحمير البصلاية سريعاً قبل ما تنشف ميتها. أهو دي الخبرة، أدى البصلة الحلوة. البصلية تاخد لون كده، الرز عندي جاهز. خلي بالك البصلية لما بتاخد لون في التحمير بتدي طعم، خاصة مع الطواجن وخاصة مع الجراتان. والبصلية بتتحمر، ننزل بالفص التوم الحلو الناعم، التحميرة غيره بالشكل ده كده. الله، أكلة فيها كل العناصر الغذائية. المطلوب من حضرتك دلوقتي وانت بتخش المطبخ مع ثقافة الطهي اللي احنا دلوقتي بنشاتها والتغذية، سواء ريجيم سواء دايت سواء هيلث فود، الحاجات دي كلها لازم تعرفي انك بتاكلي ايه، ايه مكونات الاكلة، وبناء عليها بتدرس الموضوع وتعرفي ايه القيمة الغذائية اللي انا هستفيد منها من الاكلة بتاعتي. ده المطلوب سواء لكبار السن سواء لصغار السن، عشان نبني اجيال وشباب يقدروا يواجهوا كل المواقف الصعبة. لان الجسم العقل السليم في الجسم السليم. كده زي الفل. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هناخد الفراخ الحلوه دي كده، ما فيهاش اي زفاره، انسي على مسؤوليتي. تمام، بنقلب الفراخ دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو، ونسيبها تستوي كده مع بعضيها. على الفراخ ما تستوي، تعالوا نعمل شويه بشاميل حلوين. شفت البصلية لما اتحمرت مع التومة والفراخ متبلة وجاهزة. نقف محطة حلوة هنا اسمها محطة الإبداع. بالطريقة دي تقدر تعملي الفاهيتا، التشيكن فاهيتا اللي احنا عارفينها من المطبخ المكسيكي. إضافة الفلفل الألوان ليها والبصل الشرايح راحت على سكة المكسيك على طول وفاهيتا. بالطريقة دي اللي حطينا لها زبادي وخل وعصير ليمون بقت شاورما. الله عليك يا عم الشيخ. نخلي الفراخ هنا جاهزة، تعالوا نعمل البشاميل مع بعض على النار كده. شوية بشاميل خفاف بنسميه الوايت صوص. البشاميل بتاع الرز ده هيبقى خفيف ويبقى ايه زي الوايت صوص، واحنا شغالين مع بعض كده. معانا الدقيق، معانا بيض كده هيخش على البشاميل برضه، معلقة زيت صغيرة. أنا قلت هي أكلة فيها تفاصيل كتيرة على فكرة. ومعانا من الدقيق شوية زي الفل، معانا معلقة زبدة. نفس الأكل اللي أنا بعمله ده كده، المكونات دي عندك في التلاجة. أنا ما جبتش حاجة غريبة، صدرين فرخة، وهعمل دلوقتي صينية رز جراتان حلوة تكفي العيلة واصحاب العيلة والجيران والحبايب. لو جينا نشوف القيمة الغذائية اللي موجودة فيها، فيها كل حاجة حلوة. ادي الزبدة مع الدقيق، نسيح الزبدة مع الدقيق كده، ونعمل شوية بشاميل بالحليب والمرق اللي عندي بتغلى على النار. اول ما ببدأ الحلقة بتاعتي واخش المطبخ اقول بسم الله، بيكون في حلة مية على النار بحط فيها بوكيه جرنين، بوكيه جرنين من الجزر والكرفس والبصل والثوم، مع شوية بهارات حلوين كده، بيبقى عندي شوربة بتغنيني عن مكسبات أي طعام. أمي علمتني كده، دايما تستفيدي بأصابع إيدك العشرة، خلي الطعم يطلع من إيدك مش من مكسبات الطعم اللي موجودة مش عارفين مصدرها إيه. يبقى أكلك زي أكل الجيران، زي أكل أم أحمد أم إبراهيم، لا خليك أنت ليك طعم مميز. عندنا الحليب، هننزل بالحليب كده يا عم الشيف. ونقلب كده ونتأكد كل ده مع بعضه. كله شغال على النار، والرز عندي مستوي جاهز. أهم حاجة أنا بدأت بيها سلق الرز، ده مهم جدا على فكرة، عشان ياخد وقته كده ويبقى جاهز معايا. إذا ما عندكيش رز في التلاجة يعني، وأنا واثق إن هتلاقي كل بيت بنعمل رز في ملوخية في صينية بطاطس، بيتبقى عندي شوية رز. بناخد شوية شوربة من الشوربة اللي عندي دي كده، شوربة أنا عملتها
عندك شوربة فراخ أهلا وسهلا، شوربة لحمة أهلا وسهلا، ما عندكيش لا ده ولا ده ما عندكيش مشكلة. طريقة سهلة خالص، هتعملي شوية شوربة زي دي. الله، بعدين بيبقى له طعم، طعم الخضار في البوكيه جارنيه بيبقى له طعم غير أي حاجة تانية. زي الفل، نقلبهم كده مع بعض. بشاميل خفيف، مش عايز بشاميل تقيل أنا. الله، بطعمه بشوية بهارات، البهارات دي شوية ملح وشوية فلفل. طبعا البشاميل ده ياخد بيض. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. كده انا عملت البشاميل جاهز، بغذيه للامانه كمان بمعلقه سمنه بلدي حلوه، جايه لي هديه. شوف القوام بتاعه كده، هو ده. خلي بالك لما بتنزلي بالشوربه مغليه على الدقيق او الحليب على طول بيطلع معاك البشاميل، بس طبعا لازم تكون سريعه التقليب على طول عشان ما يشيطش منك. والفراخ جاهزه عندي بتتحمر. الله، اهي تقدري تقولي عليها شاورما. طب عندك صدر فرخه في الثلاجه، طلعيه وقطعيه صدر فرخه مستوي وتستغليه بنفس الطريقه. هنجيب الكسرولة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها دلوقتي. معانا جبنه موزاريلا في المقادير ومعانا بيض في المقادير. كسروله التقديم دايما جراتان مكرونه بالبشاميل، لازانيا، اي حاجه جراتان. لازم تختار الصينيه اللي هتقدمها على السفره، لان يفضل طبعا تقديم الصينيه نفسها اللي انت هتشتغلي فيها. جاهزه كده، تمام. تعالوا نشوف هنركب الاكله دي مع بعض ازاي. الاول بننزل بشويه خضره هنا كده، ومعانا كمان شويه شبت، نقلب كله دول مع بعض. الله، دي الفراخ اهي جاهزه، والبشاميل بتاعي جاهز، والرز جاهز. ثلاث حاجات بيسموها ثلاثة في واحد. اخبار البشاميل ايه؟ يا رايك يا مخرجنا تشوف قوام البشاميل ده كده؟ مهرجان البشاميليات، سواء مكرونه بالبشاميل، لازانيا، مكرونه بالوايت صوص، مكرونه نجريسكو، في كل الاكلات اللي بقولها دي البشاميل له مقام وله طبعا تيست مختلف. تعالوا نشوفوا مع بعض القوام. هو ده اللي انا عايز. ما يكونش تقيل، لان انا هنا في رز. ركزي في الموضوع ده عشان مهم جدا على فكره. الرز مهما ياخد من سوائل بيديك القوام بتاعه. البشاميل لازم يكون خفيف بالشكل ده كده. بشيله من النار، نجيب الرز بتاعنا الحلو ده كده ونطفي النار، وربنا يكفينا شر النار. حلو الكلام. طيب ناخد البشاميل نعمل له تبريد مفاجئ كده. سريعا اهوت. حلو. معانا البيض، اتنين بيضه. حلو. معانا من الموزاريلا شويه حلوين. ننزل بهم هنا كده. الله، شوفوا الاكله فيها ايه؟ بروتين هنلاقي، نشويات هنلاقي، كل حاجه حلوه نفسك فيها هتلاقيها. نقلب البيض مع الجبنه بقى قوام تاني وسكه تانيه. بيض، جبنه موزاريلا. الاكله دي بعد ما تستوي في الفرن وتسيبها تبرد كده تاكلي صوابعك وراها. ده بيض مع جبنه موزاريلا مع بشاميل بتكنيك عالي، وخلصنا منه كده زي الفل. تعال بقى نشوف الاكل هنركبها مع بعض ازاي. اول حاجه بحط شويه بشاميل من ده كده هنا، اسس كده زي اللي بيأسس برج بالظبط اهو. وده يعني الامانه ده هرم غذائي مكوناته. معانا رز ينزل بالشكل ده كده اهو. شفت القوام ده كده؟ الاكله دي مين هيحبها اكتر؟ كبار السن والاطفال. سريعه المضغ، سريعه الهضم، تفاصيلها كتير.
معانا الفراخ ننزل بيها كده بسرعه، واخده شكل تاني واخده طعم تاني. انا شايف في صوره لها تفاصيلها كتيره والمعنى كبير والطعم جديد. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ يلا. اه والله اكله جديده ده، انت ممكن تعملها على فكره ببلاش. افتح باب الثلاجه كده وسمي بسم الله، هتلاقي شويه رز داخلين يم جوه نسياهم بقالك 3 ايام. تضربي عينك في الناحيه الشمال من الثلاجه هتلاقي صدر فرخه باقي عندك، كنت عامله فراخ روستو للاولاد. زي ما بقول الكلام ده لان احنا كلنا عندنا بيوت وعندنا الدنيا وعارف الثلاجه فيها ايه. عندك الدقيق بسم الله ما شاء الله، وعندك شويه حليب زي الفل، عملت الاكله اللي انا بعملها دي كده. اه دي البساطه اللي انا بقول عليها، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نقفلها يا فندم ولا نطلع؟ زي ما انتوا عايزين. طيب اسمحوا لي، لازم نطلع فاصل، يعني نطلع فاصل مفيش كلام، عشان ننجح لازم نسمع كلام الكبير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. هذا الشيف المغازي امين في عمله ان هو يطلع في الاخر الاكله بالتفاصيل اللي حضراتكم حابينها. انا ما رضيتش اقفل للامانه الاكله بتاعتي غير لما نشوف تفاصيلها. معايا الجزء الثاني من الرز بالشكل ده كده، بضيف له شويه خضار من البقدونس دي بقى الطبق اللي هي على الوش، خلي بالك. اه شويه بقدونس، شويه بشاميل من اللي عندي جزء كده صغير، واقلبهم على الرز ده كده. اه الله، ايه الاكله دي يا شيف؟ الاكله دي اسمها ايه؟ سميها طاجن رز بالدجاج على طريقه المغازي. اهي الله. الاولاد بيحبوا الحاجه اللي فيها جبن موزاريلا وجرتان وفيها تفاصيل بالشكل ده كده. وجود البقدونس هنا مع الرز غير من طعمه، مش كل يوم رز ابيض. باميه يعني رز ابيض، ملوخيه يعني رز ابيض. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ واسويها كده كده. عندي بشاميل بقى شويه، خلي بالك البشاميل اللي انا حطيته على الرز مخلوط بالبيض، فوجود البيض هنا بيلعب دور الايه؟ البطوله. ده اكله. وبعدين لما نبص من الشكل الزجاجي للكسرولة بتاعتي لها تفاصيل كتيرة، تفاصيل لها معنى. حلو. معايا بشاميل كمية قليلة كده بالشكل ده كده، نسويها. الله تسلم ايدك يا ولدي. معانا موزاريلا، باخد الموزاريلا دي كده احطها على الوش كده. والله لك الشوق في شويه زيتون مخلي حطيهم، لك الشوق في شويه فليفله ملونه تشكليها كده وتديها شكل. اوكي انا بقول لك الافكار دي عشان تعمليها وتبقى احسن مني، خلي بالك. تقلب على بيتزا على طول. تاني عندك زيتون شرايح خالي من النوى حطيه، عندك فلفله ملونه متقطعه مكعبات صغيره حطيها. قلبت على ايه؟ شكل البيتزا. هناخد الصينيه الحلوه دي يا عم الشيف ونصلي على الحبيب ونفتح الفرن. نفس المكان في الفرن كده بالشكل ده كده، الشبكه بتطلع فوق، بناخد الكسروله زي ما هي كده، اللهم صل على النبي اهي، وندخلها كده. يلا مع السلامه يا ست الكل. في درجة حرارة 100 ايه الصورة الحلوة دي؟ الصورة الحلوة تسبق الحديث على شاشة القناة الأولى بتفاصيلها الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل سلطة البنجر بالطحينة. مقاديرها على الشاشة. معانا بنجر، معانا طحينة، معانا بقدونس، معانا فص توم حلو، عصير ليمون، زيت زيتون. هي دي المقادير. وسلطة البنجر قيمتها الغذائية عالية جدا. الأولاد مش بيحبوا ياكلوا البنجر كده. أنا شخصيا لو أنت حطالي بنجر
باكل معلقه والتانيه ويكرف معايا من الطعم، بحس ان انا باكل سكر يعني، بيبقاش طعمه حلو قوي. فتعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمله بطريقه جديده الاولاد يحبوه. حلو الكلام. اول حاجه هعملها همسك البنجر ده اقطعه، ومعانا طحينه ومعانا بقدونس ومعانا عصير ليمون وزيت زيتون. وجود الطحينه هنا مهم جدا على فكره، وطحينه يعني اوميجا 3. كلنا عارفين الطحينه بتطلع من زيت السمسم او من السمسم، والسمسم منتج جيد جدا للغايه، غني بايه يا عم الشيف؟ باوميجا 3، يعني اكلت جمبري من الاخر. ادي البنجر بتاعنا الشكل ده كده اهو، حلو نفس الطريقه. هو ده. واهم حاجه البنجر، عشان احنا بنخطئ اخطاء لغايه دلوقتي بنقع فيها. البنجر لما تجيبيه من الماركت او تجيبيه من عند بتاع الخضار بتجيبيه طبعا دي في طين، لان البنجر من الدرنيات زي البطاطس زي اللفت زي الفجل زي الجزر، درنيات يعني الجذور بتاعتها جوه الارض سبحان الله، فبتطلع فيها طينه، بتلاقيها عند الراجل بتاع الخضار فيها طينه، ده الطبيعي او مش نظيفه قوي يعني. فانت خديها طبعا بتنقعها في ميه وتغسليها، دي الف باء. غسلتيها كويس تمام، نشفيها وحطيها واسلقيها بالقشره بتاعتها. اوعي تقشري البنجر وانت بتسلقيه، خلي بالك عشان هتفقدي جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعته. سلقتيه بالقشره بتاعته تسيبيه لما يبرد. طب هتعرفيه هو اتسلق ازاي؟ بالشوكه، وهو على النار حط الشوكه في قلبه، نزلت بسهوله اعرف ان هو استوى. سلقت البنجر يا ست الكل، بتسيبيه لما يبرد، صفي ميته، هنخلي دول نجرنش بيهم، وبعد كده تقطعيه زي ما انت عايزه، تاكليه زي ما هو كده حسب الرغبه يعني. انا بعمله بطريقه جديده للي حابب. كده احنا وصلنا لتقطيع البنجر. تعالوا نجهز التتبيله بتاعته. مضرب، بسم الله الرحمن الرحيم، مضرب وطحينه، حلو قوي، وشويه بقدونس على الطحينه، حلو قوي تمام يا عم الشيف، وشويه عصير ليمون على الطحينه، وزيت زيتون على الطحينه. احنا ماشيين مع بعض كده واحده واحده عشان اخليكي تعملي البنجر ده بطريقه جديده وهنحب. ده زيت زيتون عادي على البارد مفيش اي مشكله. والبهارات بتاعتي شويه ملح، شويه فلفل صغيرين، وللامانه شويه كمون بما ان الطحينه بتحب الكمون. ونقلب دول كلهم مع بعض. حلو اهو، طحينه، زيت زيتون، عصير ليمون، ملح، فلفل، بقدونس ناعم، وعمنا التوم الحلو. الله، السلطه دي فيها كل حاجه حلوه بندور عليها. هنشيل ده ملوش عوزه. هننزل بقى بالايه؟ بالبنجر بتاعنا الحلو ده كده. ونقلبه تقليبه حلوه. والف هنا وشيفه للي ياكل. ده عايز صحن البطيخ الحلو. ممكن على فكره تعمليه سندوتشات للاولاد بالشكل ده كده. اللي انا بقوله ده بجد بجد انا بحبه يعني. سندوتش عيش فينو بالبنجر ده. هيبقى حلو يا شيف، جربي. انا بقول على حاجه دور حضرتك انك تجربي وتقولي لي رايك فيها. هنقلب ده كده. حاضر يا غالي، حبيبي، حبيب هارتي. شوف اللي خايف على شغلي وخايف على حاجتي بيقول لي ما تنساش عم الرز اللي في الفرن. حاضر. شوف شكل البنجر في قلب في الطحينه، شوف اتغير لونه ازاي وبقى له شخصيه ازاي. لما ناكل معلقه بنجر من دي بقى فيها تفاصيل كتيره، بتلاقي طعم الطحينه، طعم السمسم، اوميجا 3، رايق على الذاكره، رايق على المذاكره، رايق على الحفظ، رايق على الزهايمر. حلو؟ بيعالج كل ده. البنجر انيميا، سكرياته امنه،
والدليل على كده عندنا البنجر ده بنستخرج منه السكر في مصانعنا الجميلة. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ابص بص على الرز. حاضر. لسه بدري. ندخلها جوه شوي عشان كلها تتحمر. الله. دي صينية فيها تفاصيل كتيرة، ده انا تعبت فيها. ده واخدة تلات ارباع. ايه ده؟ ايه الحالة؟ تستاهل والله. تستاهل الرؤية الجميلة الحلوة دي كده. اقفل يا سمسم. حلو. تعالوا نغرف السلطة مع بعض. سيرفيس حلو زي ده كده. تستاهل السيرفيس الحلو ده كده. مركب. معانا خس كابوتشا. حطه في المية علشان يبقى أخضر. الخس ده موجود اسمه هندباء. لقيتيه اهلا وسهلا، ما لقيتوش هات الخس البلدي. الخس البلدي بيبقى الموسم بتاعه في الشتاء. في خس كابوتشا. لان طبق السلطه هو لوحه فنيه تقدري تقدميها على السفره، بتترجم معنى الحب، معنى اهتمامك بالضيوف، معنى اهتمامك انك بتحب المطبخ لجوزك واولادك واسرتك. دول اهم حاجه. ان انا مش داخله المطبخ ده حاسه ان هو روتين او حاسه ان هو يعني فرض عليا او واجب عليا، ده كل ده احنا عارفينه. ولكن لما تعملي طبق زي ده كده، ورده حلوه على طبق المحشي، عود بقدونس كده على وش السلطه، بيبقى فيه اللي هو التاتش، فيه لمسه فنيه. يقولوا عليها الايه؟ الاساتذه. نغرف السلطة الحلوة دي كده. نعم والله سؤال وجيه وجاي في وقته. بيقول لي ينفع نستبدل الطحينة بالمايونيز؟ ينفع. انت بقى شيف ولا مخرج؟ قول لي بالظبط يعني. تختبرني؟ اه طبعا ينفع يا فندم. ينفع البنجر ده بدل الطحينة مايونيز. خد الحتة اللي جاية بقى، حتة تعجبك، ممكن اللبنة اللي هي الكريمة الحامضة تبقى لطيفة وجميلة مع البنجر، وسكريات الاتنين يعملوا بقى شغل عالي قوي. زي الفل اهو. تمام. تسيبوني بقى ارسم انا مستقبلي في الطبق ده كده، من الجرنش والبرزنتيشن والشكل الحلو، لازم يبقى شكله بيضحك. وهنطلع فاصل صغير ونرجع نلاقي شكل مختلف. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نشوف شفناها دي قبل الفاصل كده ولا كانت غير كده؟ ترانا مخرجنا كده الله يرزقك. يرزقك. ايه الجمال دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده مختلف الموضوع. هو ده. حاضر عينيا. بيقول لي فين الرز؟ هو ده الكلام. راجل معاه حق، عايز يشوف هبر. والله انا شفت برتقانه معايا وانا يعني اللون الاحمر. فانا ببقى دايما اضيف كده لمسات. وانا بحب وانا باكل السلطه الاقي قدامي سلايز ليمون، قدامي مثلا سلايز برتقال زي ده كده. رقم واحد بينظف السنان من ريحه الثوم، خاصه لو كان ليمون. شفت الجو ازاي هنا؟ ايه رايك؟ الصوره تختلف. ها كل ما يكون طبق السلطه قدامك انت بتضيف لمساتك، بتغيره وبتضيف حته تانية خالص. برتقانه بثلاثه تعريفه، خدته في مكان تاني. حلو. تعالوا مع بعض نطلع صينية الفراخ الحلوة. مكانها هنا. حلو الكلام؟ بص على الحلاوة والجمال. بالله عليك تبص عليها قبل ما تطلع من الفرن. شوف الجمال. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ والصورة بتسبقني في الحديث. ايه الحلاوة دي؟ يا سلام. لا جيب التفاصيل، جيب التفاصيل. حاضر يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. انا لو يعني لو انا مكانك يا مخرجنا
مش هشيل الكاميرا من عليها. حلو حبيبي. عندي بقى ايه شويه ايس كريم حكايه. طبعا بنشتغل في ايس كريم بنغير كل حاجه. ايديك تتغسل، تتعقب بشويه ميه زهر حلوين، بلانشه تتغير، السكينه تتغير، كل الادوات اللي ممكن تمسكيها وتستخدميها في الايس كريم ما تكونش استخدمت قبل كده، لا في بصل ولا توم. حلو الكلام. ده اللي بيسموه التاتش حبيب والديك. طبعا طبعا ست البيت اللي بتحب المطبخ بس تحط ايديها في قلب الطبق. شوف الموضوع يفرق. وتاني برضو لو ضفت حاجه تانية دلوقتي الموضوع يبقى حلو وهكذا. تعالوا مع بعض نشوف نعمل الايس كريم ازاي. ايس كريم في جليم، مقاديره على الشاشه. بطيخ حلو، كريم شانتيه بودر او سائل مفيش مشكله، هنعمله مع بعض. معانا حليب بودر ومعانا شويه فانيليا ومعانا بطيخ خالي من البذر. وركزوا في موضوع البذر ده قوي. ودلوقتي ريحونا، في بطيخ ما فيهوش بذر خالص، اكسر البطيخه تلاقيها حمراء. انا مش بحب ده، انا لازم اتعب عشان اكل البطيخ، ولازم احس ان انا باكل بطيخ واحط ايدي عند بقي كده وينزل البذر. اكلمكم الصراحه يعني البطيخ اللي هو من غير بذر ده مش بيكيفني خالص في الاكل. ده الايس كريم، كريم شانتيه بنعمله. معانا بطيخ ومعانا فانيليا ومعانا حليب باودر. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. الادوات، الكاسات اللي هنوزع منها على الجيران والحبايب، دنيا حر. احلى حاجه ممكن تهديها لاي حد بجد والله العظيم هو ماشي في الشارع كده، ازازه ميه حلوه ساقعه، ايس كريم، الحاجات دي مهمه جدا، حاجه عصير ساقع، الحاجات دي كلها. هنعمل ايه دلوقتي يا عم الشيف؟ هنحط اول حاجه البطيخ. بصراحه يعني ده طالع من الثلاجه ساعة. اخويا مصطفى خلص نصه. وانا شخصيا لو دلوقتي الكاميرا مشيت من عليا هاخد الصحن ده واجري واكله مع حته جبنه قريش يا ويلي، ورغيف عيش حلو محمص كده، ويا سلام لو شويه مش حلوين وحته فطيره مشلتت، احلى غدا للشيف. حلو زي ما هو كده البطيخ تمام. تمام هنحط عليه يا عم الشيف الحليب البودر، شويه الفانيليا. حلو ده ايس كريم. طبعا لازم يكون عندك تبريد عالي للامانه. وناخد شويه من الكريم شانتيه اللي احنا خلطينه مسبقا. تجيب الكريم شانتيه وتجيب حليب مثلج وشويه حليب مركز، ابو تحطي حليب على النار وتسيبيه يغلي مع سكر كانك بتعملي شربات، هيتركز معاك. هنمسك ده نخلطه كده مع بعضه. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. كل ده بيتقلب ببعضه كده اهو. ينفع في الخلاط؟ لا ما ينفعش في الخلاط زي ما احنا شغالين كده، عشان عايز اشوف البطيخ متقطع قطع صغيره كده في قلب الايس كريم. واحده واحده. الله الله. هنا بقول له لا ده كريم شطيه باش. حبيبي تمام. كل ده زي الفل يا عم الشيف. اول دي المرحله بتاعت الايس كريم. تمام كده زي الفل، عندي قوام الايس كريم جاهز للتبريد. شيل دي كده بالراحه. تعالوا مع بعض كده ايه نعمل يعني افتكاسه بنقول. المفروض احنا معانا ديب فريزر ومعانا تبريد على الهواء عشان نتكلم في حاجات كده بيبقى لازم منها،
ولكن الحاجه دي بتاخد وقت شويه، فانا هريحك تعمليه ازاي واحنا مع بعض. اه ولكن بقيه التفاصيل معاك انت، بما انك انت في البيت وعندك الديب فريزر شغال وزي الفل، ودايما كاتب في المقادير وظهرت على الشاشه تبريد عالي. اه حلو الكلام. عندي المعلقه بتاعه الايس كريم تتحط في ميه ساقعه ينزل كده. والله فكره يا شيف، يعني اي نوع فاكهه ممكن اعمله بالطريقه دي. اه عندي البطيخ، هو على طول بتلاقيه مفاجئ مباشره يمسك نفسه. اه هو كده طبعا، لانك انت نازله على البطيخ على كريم شانتيه مجمد. ادي واحد بتزيني الطبق الحلو ده كده، خليها انا كده اه بورقه نعناع خضراء او سيرب. والله فكره يا عم الشيف. عندنا سيرب ده ولا خلصان؟ بص عليه كده، ده خلصان ماشي. يبقى مفيش لازم سيرب فراوله او فواكه زي ما انت حابب. اه تاني بسم الله الرحمن الرحيم. اه ده الكريم شانتيه بيتعمل ازاي؟ بنجيب البودر منه او علبه كريم، البودر افضل يعني، بنحط عليه شويه حليب بودر وشويه حليب مركز، وطبعا الحليب المثلج طالع من الثلاجه، وبتخلطيهم كويس. ننزل بالبطيخ بتاعنا. اه فكره تاكلي ايس كريم بالبطيخ. اه وعشان الامانه يعني تقدري تحطي ده في الفريزر شويه قبل الاستخدام. اه مفيش مشكله، على الاولاد ما يتغدوا هتاكلي احلى ايس كريم بالبطيخ. ده مكانه هنا. اه تاني. اه بالشكل ده كده. تقعد بقى تعملي الكاسات وتجيبي من عند الجيران والحبايب، وزي ما قلت لحضراتكم احلى هديه دلوقتي في الصيف في الحر بالذات في الايام دي وساعه الذروه، كوبايه ازازه ميه ساقعه ايس كريم او عصير مثلج. جبنه؟ لا ما فيش، ما فيهاش. لا شفيت راجل طيب. انا كنت يعني عايز احط صوص فراوله، بس انا لو حطيت صوص فراوله هيغير الطعم. حلقتنا النهارده فيها شويه خبره طهويه، قدرت تتصرفي. اهو شفت الايس كريم طلع بسهوله ازاي. اه 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 زي الفل، عامله زي الشوكولاته لما تطلعيها من الثلاجه وتقدري تغلفيها باي نوع من انواع الفاكهه مباشره بتجمد فيها، لان في الشوكولاته هنا فيها عمليه تجميد. نفس الموضوع مع الايس كريم بتاعنا، طالع من الديب فريزر نزلنا عليه بالبطيخ بعد ما خلطنا عليه جزء من الكريم شانتيه والباودر والفانيليا، وعملنا سلطه البنجر بالشكل الجميل اللي حضراتكم شايفينه، وعملنا صينيه جامده جدا فيها خبره طهويه، فيها تفاصيل كتيره من الدجاج من الرز من البشاميل. كل ده يا عم الشيف السفره بتاعتنا يا رب تعجب حضراتكم بتفاصيلها، بترضي الصغير قبل الكبير. رؤيه فن ابداع بساطه سهوله مرونه، كل ده بنشوفه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.